ثم تبلو مرتشلو انفراوان يادگاركين افزود که نخون مرتشلو دي نمیراتی به مرتشلو هنر ابدال حالا ما بیوردار در مقابل چهار تا سنی بی سواد خودمون نمی باد مصیبت اینه این همه پوزه بردد اما نمی فهم بین نور و ظلمت وحدت محال بین علی محبوبت وحدت محال اگر ملا نشی نامردی هر جا خودتو میباز مرد منفعل نمیشه. بسم الله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعن الله عدوك يا علي، لعن الله عدوك يا علي، لعن الله عدوك يا علي إلى قيام يوم الدين. هكذا هي سيرة الشيعة، علماء، عوام، أطفال، صغار، كبار، شيوخ، كهول يلعنون أعداء علي. هذا الذي يميز شيعة علي من غيرهم. لماذا أصبحت اليوم الشيعة سيعة؟ لماذا أبدلت شيل الشرف باسم الغدر والنواصب؟ لماذا؟ سيرة الشيعة منذ القدم في الآيات، آيات القرآن، في الروايات، أحاديث أهل البيت عليهم السلام، في الأدعية والزيارات، هو البراءة من أعداء آل محمد وجواز سبهم ولعنهم والوقيعة فيهم. هكذا هي سيرة الشيعة. فمن الذي حول الشيعة إلى سيعة أو شنة؟ لماذا أبدلوا شين الشرف باسم الغدر؟ لا أزيد في هذه المقدمة، ولو أتيت لهم بكل آية وبكل رواية وبكل حديث لا يصدقونني، يقولون من أنت؟ ولكن من باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم سنقول لهم: هل أحد يشكك في السيد أبو القاسم الخوي بأنه زعيم المجتهدين وأستاذ الفقهاء؟ هكذا ما كل يوم مرجع من المراجع المعروفين لم يحضر درس أبو القاسم الخوي أو يتشرف أنه كان أحد طلبته. ولن أقول خلال ما أنقل كلام السيد أبو القاسم الخوي لن أقول شيء حتى لا يقول أحد قوله ما لم يقل. طبعا كتاب مصباح الفقاهة هو تقرير بحوث السيد أبو القاسم الخوئي في درسه البحث الخارج، طبعا المجلد الأول في المكاسب طبع في حياته وأقره، هو خمس مجلدات، هذا المجلد الأول طبع في حياته وأقره. طبعا نجي مصباح الفقاهة الجزء الأول، مصباح الفقاهة الجزء الأول في باب حرمة الغيبة مشروطة بالإيمان، حرمة الغيبة مشروطة بالإيمان. قوله: ثم إن ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن. أقول: المراد من المؤمن هنا من آمن بالله وبرسوله وبالمعاد وبالأئمة. طبعا حتى يقول له يا صفحة مثلا تنقل هذا الكلام، الجزء الأول المجلد الأول صفحة 503، حرمة الغيبة مشروطة بالإيمان. يقول: حرمة الغيبة مشروطة بالإيمان. قوله: ثم إن ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن. أقول: المراد من المؤمن هنا من آمن بالله وبرسوله وبالمعاد وبالأئمة الاثني عشر عليهم السلام، أولهم علي بن أبي طالب، وآخرهم القائم الحجة المنتظر عجل الله فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره، ومن أنكر واحدا منهم جازت غيبته لوجوه. أولا أنه ثبت في الروايات والأدعية والزيارات جواز لعن المخالفين
ووجوب البراءة منهم وإكثار السب عليهم واتهامهم والوقيعة فيهم أي غيبتهم، لأنهم من أهل البدع والريب أو الريب، بل لا شبه في كفرهم، لأن إنكار الولاية والأئمة عليهم السلام حتى الواحد منهم والاعتقاد بخلافة غيرهم وبالعقائد الخرافية كالجبر ونحوه يوجب الكفر والزندقة، وتدل عليه الأخبار المتواترة الظاهرة في كفر منكر الولاية وكفر المعتقد بالعقائد المذكورة وما يشبهها من الضلالات، ويدل عليه أيضا قوله عليه السلام في الزيارة الجامعة ومن جحدكم كافر، وقوله عليه السلام فيها أيضا ومن وحده قبل عنكم، فإنه ينتج بعكس النقيض، إن من لم يقبل عنكم لم يوحده بل هو مشرك بالله العظيم. وفي بعض الأحاديث الواردة في عدم وجوب قضاء الصلاة على المستبصر، إن الحالة التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة، وفي جملة من الروايات الناصب لنا أهل البيت شر من اليهود والنصارى وأهون من الكلب، وإنه تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه. ومن البديهي إن جواز غيبتهم أهون من الأمور المذكورة، بل قد عرفت جواز الوقيعة في أهل البدع والضلالة، والوقيعة هي الغيبة. نعم، قد ثبت حكم الإسلام على بعضهم في بعض الأحكام فقط تسهيلا للأمر وحقنا للدماء. 2، إن المخالفين بأجمعهم متجاهرون بالفسق لبطلان عمله رأسا كما في الروايات المتضافرة، بل التزموا بما هو أعظم من الفسق كما عرفت، وسيجي أن المتجاهر بالفسق تجوز غيبته. 3، أن المستفاد من الآية والروايات هو تحريم غيبة الأخ المؤمن، ومن البديهي أنه لا أخوة ولا عصمة بيننا وبين المخالفين، وهذا هو المراد أيضا من مطلقات أخبار الغيبة، لا من جهة حمل المطلق على المقيد لعدم التنافي بينهما، بل لأجل مناسبة الحكم والموضوع، على أن الظاهرة من الأخبار الواردة في تفسير الغيبة هو اختصاص حرمتها بالمؤمن فقط، وسيأتي فتكون هذه الروايات مقيدة للمطلقات فافهم. وقد حكي عن المحقق الأردبيلي تحريم غيبة المخالفين، ولكنه لم يأتي بشيء تركن إليه النفس. 4، قيام السيرة المستمرة بين عوام الشيعة وعلمائهم على غيبة المخالفين، بل سبهم ولعنهم في جميع الأعصار والأمصار، بل في الجواهر إن جواز ذلك من الضروريات. مستمرين في نقل كلام السيد أبو القاسم الخوئي، نفس الكتاب مصباح الفقاهة الجزء الأول مجلد الأول صفحة 700 الآن. وأما هجو المخالفين، هجاء من الهجاء، وأما هجو المخالفين أو المبدعين في الدين فلا شبه في جوازه، لأنه قد تقدم في مبحث الغيبة أن المراد بالمؤمن هو القائل بأمرة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام وكونهم مفترضي الطاعة. ومن الواضح أن ما دل على حرمة الهجو مختص بالمؤمن من الشيعة، فيخرج غيرهم عن حدود حرمة الهجو موضوعا. استمر في الكلام السيد أبو القاسم الخوي، انتهى كلام السيد، كلام واضح ودقيق
هو قيام السيرة المستمرة بين عوام الشيعة وعلمائهم على جواز غيبة المخالفين بل سبهم ولعنهم في جميع الأعصار والأمصار. كلام واضح وعدة وجوه نقل السيد أبو القاسم الخلد، أربعة وجوه كلها تؤيد هذا المضمون. ماذا حدث للشيعة؟ لماذا أصبحوا شيعة؟ لماذا تركوا البراءة من أعداء أهل البيت عليهم السلام؟ طبعا سيرة الشيعة كأصحاب أئمة، كشعراء، كثقافة، كأدب، هو قائم على البراءة تميزهم عن غيرهم، البراءة من السقيفة وما جاء بعدها وإلى يوم الدين، إلى من يحاول أن يأخذ مقامات المعصومين عليهم السلام. أنقل لكم أبيات الشيخ البهائي شيخ الجليل محمد بن الحسين بن عبد الصمد العامل البهائي، طبعا في كتاب الكشكول الجزء الأول صفحة 376. قال أحدهم: أهوى عليا أمير المؤمنين ولا أرضى بسب أب، نبيك رسول الله قد كفر، الله يعلم ماذا يأتيان به يوم القيامة من عذر إذا اعتذر. ماذا أجابهم الشيخ البهائي؟ يقول: يا أيها المدعي حب الوصية ولم يرضى بسب أبا كذبت والله في دعوى محبته تبت يداه. وحدات مغارب